وصل للنهائي في 15 مناسب. هذه كرة خطأ موجود من الدفاع، كرة انطلاقة قائدي، قائدي يدخل منطقة الجزاء، قائدي فرصة الأول، الله النمور تسجل أولا في مرمى العين، هدف أول لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 11، مهدي قائدي يسجل في شباك الزعيم 1-0 في الدقيقة 11. نعم مهدي قائدي يسجل ليتقدم لمصلحة الاتحاد بهدف المباراة الأول. مهدي قائدي يستغل خطأ من أمام المدافع خالد الهاشمي ويضع الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 11. شوف هذا الخطأ وهذه التمريرة والضغط بالتأكيد اللي يستغله مهدي قائدي، استغل أيضا تقدم حارس المرمى خالد عيسى، الكرة بالتأكيد تغيرت اتجاهها وتحولت إلى شباك العين وتقدم الاتحاد بهدف. شوف انطلاقة قائدي والنهاية بالتأكيد التي تضع الاتحاد في المقدمة بهدف مقابل لا شيء. يعني ممكن لو لم يلمس الكرة خالد الهاشمي كان ممكن خالد عيسى قادر على التصدي لهذه الكرة، لكن شوف هذه الكرة اللي بتصطد بقدم خالد الهاشمي وتكمل طريقها إلى المرمى، يتألق في آخر مواجهة بالتأكيد في ركلات الترجيح. الآن خالد عيسى في مثل هذه المواقف بالتأكيد قوي ذهنية وقادر بالتأكيد أن يتصدى، ربما لركلة الجزاء تكون نقطة تحول، لكن قائدي متخصص في ركلات الجزاء الاتحاد، وقائدي الله هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة الاتحاد، مهدي قائدي يضيف هدف ثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 26 والاتحاد يفعل هنا في سعبيل ويتقدم على الزعيم بهدفين مقابل لا شيء. كريسبو يدفع ثمن بالتأكيد التشكيلة التي يدخل فيها ويتأخر بهدفين مقابل لا شيء، تشكيلة غير موجود فيها كوتشو لابا، لابا كوتشو الكثير من الأمور تتغير، الله جوسنا يسجل هدف تقليص الفارق للزعيم في توقيت مهم جدا، في توقيت مهم جدا جوسنا يضع هدف مستحيل يا جوسنا، مستحيل يا جوسنا، شوف ظهره للمرمى لكنه سجل وخطف هدف التعادل في الوقت بدل يضيع من عرضية من بندر، يتفرج ويشاهدها حمد المنصوري وهي تحرك شباك الاتحاد، عاد الزعيم وسجل قبل نهاية الشوط هدف عن طريق جوسنا لوليندو، جوسنا لوليندو، جوسنا لوليندو، هدف من زاوية صعبة.